الله بأمر الله عز وجل ويرزقكم من حيث لا تعلمون. اللهم أمين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب المصطفى، وتعالوا نعرف إيه هي الأدعية اللي قسما بالله العلي العظيم من قال وفي السماء رزقكم وما توعدون بأمر الله عز وجل، تلاقوا منها كل خير يملى بيوتكم وانفسكم وأولادكم وكل ما تملكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الدعاء بيغير الأقدار، كلنا متفقين على كده، ونعرف ان ربنا بيغير اقدارنا بالدعاء. ربنا بيحب العبد اللي بيدعي الى الله ويستجير بي الله ويستغيث بي الله سبحانه وتعالى ويدعي له في كل وقت وحين، وخصوصا اثناء الصلاة. بينك وبين ربنا مفيش حجاب، والبني ادم لما بيدخل في الصلاة ويحاول ان هو يخشع فيها ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعي الى ربنا، ربنا ان شاء الله بيتقبل الدعاء. ربنا هو الكريم العليم الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم. يا ترى إيه هي الأدعية اللي بنقولها ما بين السجدتين أو في السجود أو في القعود الأخير قبل التسليم في الصلاة؟ بتقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. والدعاء دوت بحديث ثابت عن سيدنا محمد، حديث صحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء الثاني، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. والدعاء ده صحيح قصير ولكن فضله عظيم جدا جدا. أنت بتسأل ربنا من رحمته وفضله، والفضل والرحمة لا يملكها إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم. فلو داومت على الدعائين دول ربنا هيكرمك وهيمن عليك بالخير كله. الدعاء الثالث، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بتستغفر وبتدعي ربنا بالرزق وفي توسيع رزقك ودارك بامر الله عز وجل. الدعاء الرابع، اللهم كن لي معين على ولدي وبارك لي فيما اعطيتني، يعني يعينك على اولادك وعلى حالك وعلى رزقهم بامر الله عز وجل. احنا كده بامر الله عز وجل قلنا ايه؟ قلنا اربع ادعية. الدعاء الخامس، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اللهم امين يا رب العالمين. داوموا على الادعية البسيطة ديت، وباذن الله ببركة لا اله الا الله ربنا هيكرمنا ويكرمكم بكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.